شوف انا هقول لك وبقول لكم ليكم كلكم يا مصريين اللي بتسمعوني، موضوع ازمه الدولار كاشفه يا جماعه، وبتقول لنا ان احنا لابد ان احنا الفاتوره بتاعت الدولار بتزيد علينا سنه بعد سنه، ومش مش بتجاب بيها سلع ترفيهيه. ده تطور للاقتصاد المصري يا دكتور مصطفى، والتطور ده ان ما كناش احنا نقدر نسابق الوقت ونحقق ان جزء منه يتحول لفرصه لينا، بان انا انتج جزء كتير او جزء كبير من المستلزمات والمنتجات اللي بنجيبها من بره، منها ازود الناتج المحلي، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، منها ان انا اشغل عماله مصريه، اشغل ناس في مصر. ثم الحاجه الثانيه، طب ما دي في عوائد لل يعني للضرايب والكلام اللي هو اللي ترتب على التشغيل يعني. وبعدين انا ما بقول لكمش ابدا في اي مشروع دلوقتي استهدف التصدير بس، لا، استهدف انك تغطي الطلب في مصر. الطلب في ايه؟ من فضلك اوعى تفتكر الكلام ليك انت، والله الكلام اللي انا بقوله ده لكل زمايلنا اللي موجودين اللي هم يهمهم ان مصر تستقر وتنمو وتكبر. وعمرها ما هتكون كده غير لما الحكومه مع شعبها، مش انت هنا وانا هنا. الكلام ده انا دايما بقوله، احنا دايما مع بعض، لان النتيجه مع بعض افضل كتير ما تحس انك لوحدك. طب انا مش قادر اوصل لكم الحته ديت من خلال مؤسساتنا. مؤسساتنا اللي هي ايه؟ مؤسسات الدوله المصريه، مش كده؟ بدليل ان الدكتور المهندس محمد بيقول لي والنبي خلي لي الرخصه الذهبيه تبقى اوسع من كده واطول من كده. طب هو بيقول كده ليه؟ لان احنا عندنا، والكلام اللي انا برضه قلته قبل كده وبقوله بقى دلوقتي للقطاع الحكومي في مصر، ساهم معانا، ساهم معانا في انك انت تنجز ما يمكن، وكأن العمل ده بتعمله لنفسك مش للمستثمر اللي احنا عايزين نشتغل. صدقوني قبل ما اجي هنا، فكرت قلت ايه، طب اعمل المكتب ده عندنا. اه والله، قلت اعمله عندنا، انا عندي القدره ان انا اقعد على يعني افطسكوا، اقعد على الحاجه لغايه لما تخلص. اعمل ايه بقى عشان اقول ايه؟ اعمل 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 اعمل، لان كلمه اعمل اعمل اقل خساره واقل خطوره من ان انا اقول ما اعملش قبل ما ادرس واشوف. انا بقول الكلام ده لينا كلنا، للتجاره والصناعه، للناس اللي هي يعني عايز اقول ايه، الناس بتحط معايير مؤسسية لإدارة العمل، ولكن قد تكون أحيانا إدارتنا ليها معيقة جدا جدا لتقدمنا، ويكون حجم الضرر الناجم عنها أكبر كتير من أي شكل تاني. فأنا والله قبل ما أجي قلت طب أعمل عندي مكتب أنا، وأقول لهم تعالوا قدموا اللي عنده مشروع بمئة مليون يجي لي على طول. أنا بتكلم بجد والله يا دكتور. طب الدكتور مصطفى ما عمل كده برضه، مش كده؟ ده مش معناه يعني، عشان بس ما حدش يفهمني غلط، إن الناس ما بتشتغلش حالها، لكن عشان أنا يعني متيقن إن إحنا إذا كنا عايزين نتجاوز ما نحن فيه لابد ناخد إجراء، غير تقليدي في إدارة العمل لفترة زمنية زي ما أنا قلت كده. إيه؟ طب خليها ثلاث شهور، أنا ممكن أعمل أفتح الإجراءات شوية لمدة زمنية محددة حتى واقبل التجاوز والعوار فيها مؤقتا، ثم اضبط الدنيا تاني. بس الناتج ايه؟ الناتج ان انا عملت حجم قوة دفع هائلة لمشاريع بتاخد وقت كبير جدا جدا قبل ما تطلع في فترة زمنية قليلة، ولو حتى لو فيها يعني شيء من العوار او كده. فانا بس برجع بلوم تاني على، مش بلوم، بقول لك تاني، انت بتتكلم عشان البنك يقول لك انا موافق انت عملت راس الجدوى. يا السيد المحافظ، ما هو البنك عشان يديله تمويل بقى، مش كده؟ ما هو فلوس، ما هو عايز فلوس على الفلوس اللي معاه برضه عشان يقدر يمول مشروعه، فالبنك بيطلب منه طلبات محدده، مش كده يا دكتور مصطفى؟ يبقى اذا احنا لو هياخد تمويل من الخارج، مش كده؟ ولا بتتكلم على البنوك المصريه؟ سواء مصر او خارج. لا لا لا، المصري هحلها وانا قاعد دلوقتي. خلاص يبقى خلاص، مش محتاجين من الخارج. المصري هقول الاتي،
ان بما ان احنا عندنا قوائم لمشروعات محدده الدوله اقرتها دكتور مصطفى بين وزاره التجاره والصناعه وبين الماليه وما بين اتحاد الغرف، وعرفنا احنا طالبين الحاجات دي احنا طالبينها، اقدر اقول للبنك من فضلك المشاريع دي لما تجيلك لو سمحت يتم العمل معها، ونبقى مستعدين نتحمل حتى لو لا قدر في اي شكل المسار اللي هيتعمل بيه المشروع. هعمل 100 مشروع بالطريقه ديت، بالطريقه بتاعت دراسات الجدوى دي، ياخدوا 5 سنين وتضيع مني الفرصه 5 سنين. بالطريقه اللي انا بتكلم عليها يمكن ياخدوا سنه، ممكن يبقى جواهم 2 3 مش مظبوطين. عشان كده انا بقول ايه، انا مستعد كدوله ادخل بنسبه انتوا اللي عايز اللي عايز عشان يتجاوز موضوع الوقت والخوف، وده مشروع عشان نقدر نحقق اللي احنا بنتمناه. فالسودقش مش محتاج، لكن براحتك. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.